السلام عليكم ومرحبا بكم في الشهيوة. من الشهيوات ديال اليوم ان شاء الله اللي بغيت نشاركها معكم حشوة كتخرج لنا جوج، سواء للغدا او للعشاء والفطور او للكوتي كيف ما كتشاهدوا هنايا. هذه حلوة، وهذه سواء للغدا او للكوتي ولا للعشاء اللي كيهمها الامر بطبيعة الحال تابع الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفني كيفاش وضعتها. كيف ما كتشاهدوا لاباط جات اكثر من رائعه ومقرمشه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وفرجه ممتعه. بسم الله وعلى بركه الله نبداو في الوصفه. هنا عندي لاباط فيتي، راه عندي في القناه اللي كيهمها الامر ترجع الفيديو راه غتلقاها ان شاء الله. انا هنايا غير ضعفت المقادير، هنا عندي كيلو ديال الدقيق غادي نقسمها على جوج. هذا العجين اللي وضعت انا دابا صوتها على 5 ديال لي توغ نفس الشكل. هنايا غادي نخلي وحده على جنب، وغادي نطلق العجين. هنا دابا غادي نجي وغادي نقسمها على جوج. هنايا وضعت واحد الاطار وطلقت العجين الاول. الحشوة المالحة انا غادي نشاركها معكم. هنا وضعت واحد البصلة حتى تشحرت مزيان في الزبدة، وضفت لها قطع من صدر ديال الدجاج والحوت. انا وضعت هنا الميرلا والقليل من لاكريم فريش والعطرية، البزار، سكنجبير، الخرقوم اللي كيبغي. هنا غادي نجي وغادي نسرحها على العجين، غير هنا الجوانب غادي نخليهم ما نعمرهمش. واي حشوة عندكم معتمدينها وكتعجبكم وضعوها. انا كنوضع الحشوه وفي نفس الوقت كنشوف البلاصه اللي ما معمراش نعاود نعمرها. هنا بغيتو توضعوا القطع ديال الزيتون، انا وضعت هنا قطع ديال الزيتون، واللي يبغى الفلفله حمراء والخضراء والصفراء او لا. الحشوة ديما كتكون اختيارية. هنا في هاد الجوانب اللي ما وصلنا لهمش غادي ندير لهم القليل من البيض. انا هنا خفقت بيضة كاملة. غير باش تلصق لينا العجين اللي غادي نوضعو من الفوق.
غادي نجي وغادي نغطيها بالعجين اللي سرحت. دابا الطرف الثاني غادي نجي بحال الاول وغادي نقسمها على جوج. هذه اللي غادي نخدم بها الحلو. المساعدة ديال الدقيق باش ما تلصقلناش هنايا. هاد لابارت اللي غادي نوضع فيه الحشوة حلوة، هنا عندي اللوز مقلي طحنتو وضعت فيها القليل من الزبدة والشوكولا نواغ الشوكولات الأسود. غادي نجي وغادي نوضعو النيت بنفس على نفس الشكل اللي وضعت فيها الملح. هنا إلا ما بغيتوش ديرو اللوز ديرو كاوكاو ولا لاكاجو. الجوانب ديما كنخليوهم باش ندهنهم بالقليل من البيض. عاد نوضعو الطرف الثاني ولا الطبقة د العجين الثاني. هنا كيما الاولى غادي نوضع في الجوانب البيض. وغادي نوضع هاد العجين اللي طلقت. بنفس الشكل غادي نجي وغادي نضغط. هنا بعد ما دهنتهم بالبيض، هنايا بعد ما دهنت بالبيض غادي نجي وندير هنا شوية البافو. غادي نبقى مرة زنجلان مرة بافو كيما عجبكم نتوما. غادي هنا البافو زنجلان ثم غادي على هذا الشكل هذا.
ربع الزنجلان، دابا غادي نجيب واحد السكين وكذلك. الفران في هذه الاثناء عندي خدام، راه شعلته باش يسخن. غادي نوضع فيه هذا المملحه وكذلك هذه حلوه في الفرن حتى يطيبوا مزيان يتحمروا ونشوفهم ان شاء الله. هنا سواء بالاصبع او الليل عندكم شي حاجه بحال هذا الشكل هذا غادي تجيو وغادي تبركوا هنا، ندوروها كلها باش نلصقوا العجين على بعضه. هنا سواء بالاصبع او الليل عندكم شي حاجه بحال هذا الشكل هذا غادي تجيو وغادي تبركوا هنا، ندوروها كلها باش نلصقوا العجين على بعضه. بعد ما طابت ليا المملحه والفطيره بالعجين المورق كنخليهم حتى كيتحمروا كيجيونا على هذا الشكل. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، والى عجبتكم بطبيعه الحال شاركوها مع احبابكم واصدقائكم باش تعم الفائده، ضغطوا على زر الجرس باش كل جديد يوصلكم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى اللقاء في فيديو قادم بمشيئه الله.